مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عجبه لليتامى دفا حن قلبي له فبشوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى في اللقاء وغدا وجده نيرا مشرقا كان من عفوه حين هذا اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء حقك الأرض شاه أبراركم حقك الأرض شاه أبراركم میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام السلام السلام